احمد يعني ايضا برضو عايز اكلمك عن اللعيبه المميزه في الريال اللي انت يعني في مركزك. احنا كلمنا عن قفشه، مين تاني من اللعيبه اللي بتعجبك اللي انت برضو يعني بتتابعها بشكل كبير وبتتعلم منهم؟ انا بحب طبعا كابتن عمرو السوليه وناصر ماهر. يعني ناصر ماهر خريج قطاع الناشئين. ناصر انا حضرته ايام الناشئين، ولا لعيب كبير طبعا وبتعلم منه كتير، يعني سواء هو سواء كابتن عمرو السوليه سواء كابتن قفشه، لعيبه كبيره طبعا وبنتعلم منهم يعني كل يوم. شايف ازاي تجربه الاعارات؟ يعني احنا قلنا دلوقتي الشناوي في فتره من الفترات خرج بره النادي الاهلي ورجع مره تانية، ناصر ماهر برضو خرج. شايف فكره الاعارات ازاي، خاصه حتى لو انت الفتره دي ممكن ما بتشاركش في الفريق الاول او فرصك تكون كبيره، لكن شايف ازاي ممكن اطلع اعاره وارجع تاني؟ شايفها ازاي؟ تجربه ناجحه طبعا فكره الاعاره دي، ان فرصه اللعب في النادي الاهلي بتبقى صعبه في الاول بالنسبه للشباب او الناشئ اللي لسه طالع. فانت لما بتطلع اعاره بتطلع بتلعب بتاخد خبرات، بتكتسب ثقه بتكتسب خبره، الناس بتتفرج عليك، تقدر ترجع في اقرب وقت يعني في النادي، بتكون خلاص بقى يعني خدت الخبرات اللي انت بتبقى ناقصاك وانت طالع من الشباب يعني، فبتبقى طبعا تجربه ناجحه يعني. طب وده شيء مهم جدا كمان، بيديك يعني تقل في النواحي الفنيه لما بتلعب في منافسه اكبر.